اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج يا تراب يا تموت يا تراب يا تموت. دي الباتل الثالثه من الجيل الثالث. على يمين عرف نفسك. كل اللي انت جايبهم معاك دول اول ما تخسر هيسيبوك تقف بطولك. عمرك ما هتكسب الباتل دي حتى لو جبت اصحابك معاك يطبلولك، لان اصحابك عاملين زي فلوس تركي الشيخ ممكن تكسبك ماتش بس عمرها ما هتكسبك بطوله. البانش ما بيتصدش، تحس اجمد من اي فايتر. سور ما بيخسرش حتى لو كان كيان الغوست رايدر. شمالي عرف نفسك. باد برد بنوم من الاعلى الجموع هتسمعنا، اخصام بدموع ودموع ليها معنى. هتموت النهارده اصلا عايزك. ودي الراوند الاولى دور سور مع دخلتك. هتسيب الباتل راب وتتجه للحزين على بيت دارك. نفس راسك عن جسمك وعلقها على ار او دي يا نيد ستارك. يا دوب كل يشوفها والاركواه يحسوا بالقح ككبش فدا لاي حد ناوي يدوس ديك الفوت عشان خاطر اسم لارك. من نزولك راب ورضاي الكيان انهار، انت هنا بس عشان للكيان اصحاب. ده اسمي عزه طب عوفه بصطاد الطيور بالحراف. الارض عباره عن بركب دمك زي نهر دجله لحظه دخول التتار، وساعتها في الفوت هتبقى خسران لان حتى اصحابك هيضطهدوك اول ما يجمعوا كل حرف من اول بار. أو مش مهم خلاص. يا سمعت انك كنت عايش في السعودية من 9 سنين مع كيان. ثانية، انت وكيان لوحدكم في السعودية؟ نلغي الباتل يا عم استغفر الله. عملوك في الشوزانة اله وبنيت حضرات. نهايتك زي جلال الدين بسهم الاقراض. اول ما شاف سانوس طلع صباعه شخر، والسبب ان سانوس بيفكروا بالقصف اليمني اللي الاتنين بيحولوهم لرماد. دماغي اسكابان مستحيل الفرار. شيلد كابتن امريكا وسيف يوليس قيصر مش هينفعك الاصرار. هتتمنع من الاكل والشرب مفيش غير الكتابه ده الحصار. كل بانش سهم ودي نهايه 300. الموت مش قرار، يا تموت من البنشات يا تاخد سيفك تقتل بيه نفسك بداع العزه، وده ما يتسماش انتحار. ولو كانت الباتل في اسجارد في الاخر من يعدي بسلام وكلكم وقعتوا في النار. بس قول لي ايه الفرق بينك وبين كل الجيل؟ ما كلكم نفسكم تبقوا الاحسن بعد نور عبد الله. المات بوي عمل ثوره بقى كينج انفير. اسم جيمي بقتلك ويسموني كينج سلير. ده عصر الالترون فمستحيل المكسب لغير اللي بينا انفنتي وور. بس الضربه في الدماغ دي اند جيم. انت هتكسب الباتل حقيقه، هتكسب الباتل. بس لو دي الاوسكار يا رامي مالك يا نيجس، بمجرد ما بثبت بيجيلك مرض شارون الريزل. كتابتك في مستوى عطوه كتابة تشارلز ديكن. كيال سكارلت والاركويه المعازيم هتموت ودي ريد ويدنج. دماغك عالية في السما برق ورعد مش هيسمعنا صوتك. مكسبك مستحيل زي انك تلاقي اطلانتس في صندوق بندوره. ايوه انا قصير بس اسمي دايرن لانستر. اول ما بعد الحرب بكسبها، انما انت تطورك بيأدي لموتك. بس ثانيه، في طريقه احسن وساعتها حلوه مش هتكوني موجوده. لان احنا لو فكرنا شويه انت كنت عايشه في السعوديه، يعني مكانك تحت التراب موجوده. طيب اللي زي ده ما يخافش لما ينزل باتل، يخاف بس لما حد يقول له هات الساوند. عملت سكين بأسامي التراكات اللي هو عاملها بالتسع سنين لحد دلوقتي. خلصت ايه في الالوف الراب؟ طيب اسمع ده مش عالي يا النور. دي الراب. روح على الواد يا عم. دي الراوند الاولى. مادة مع دخلتك. الحرب مش دمار، دي بدايه جديده للتطور. في روح كل جندي هتفضل اساس منور، دايم يشبه بيها المقاتل ويصور. فانا شقتي غيرك انت وجيلك حيطه سد، ومن سوء حظك جت في اول خط سيرك. دماغي سلاح متعدد بي كي، فيا مدمن الانمي لو لفيت ايمانا بالبي بليد مش هيطلع منك قوه ولا روح في الورد بلاي. فانت في نظري مش ريل انمي. يا صمتي يا صمتي عدستي دي بتكشف للمستقبل، فقبل ما اجي شفت راسك متحنطه في الغار عندي. يا صمتي يا صمتي، ولو مغمي عيني بايدي هجيبك رصاصتي. لقبوني بالماركس مان اللي عمل كفرتي. 650 شوتس بير مينيت ادوس على الزناد تظهر امارتي. وحتى لو مدعوم من عصابات جامايكا انا هنا 50، بس لو سوى بينا الفوت 50 انا هعلن خسارتي. فلو انت توم كروز الاسمر والنسخه الاصغر، المستحيل في الدنيا دي ليفلز. انا الليفل الاخضر. كل معداتك مش هتفيدك في المهمه دي، اصلك اخرس او تعبد الشجر بايمانك المبهم انها تعيد تصنيع مطرقتك بعد ما تتدمر. فانت كمرتد وثني اخطب سيف بدمك واشرب منه بعد ما يتخمر. واحط سنين عمرك ال16 في مثلث بلياردو
احط سنير عمرك ال 16 في مثلث بلياردو وارفع اكسر 14 من 6 بوكتس من اول ضربه للشوك ماستر. سايب البلاك في النص، اسمع جدعان، سايب البلاك في النص يمثل لك 2019 بعد الباتل دي اشلاء الترها في البعصر. والوايت، الوايت ده قلبك اللي جابك انك تنزل باتل قدامي ومفكر ممكن اخسر. صغير مهما تعلق على زرار الكابس لوك هيفضل مخك ترول نص طول نص كاركتر. أو الراون كفاية تقتلك أح يمكن أكتر. طيب أسمع دوكش علي المادة. أنت ما كنتش ما قال لي لقى يا عم. دي الراوند الثانية نور سور مع دخلتها. كل الكلام اللي انت بتقوله ده بطال، فهنسميه دلوقتي ام سي غادة. كل شوية يقول لي يا صمتي يا صمتي، عشان كده بيسموني بتاع مادة. اقوى مان بدون رود، بجمع جيش الانكريدبلز اسميه الخليه عشان نقتل اللي زيك بانسجام روبن هود. النمره هيبقى مصور قتيل لان عندي رغده متوحشه في القتل كاني فيلم، وده مش فيلم رعب مفيش فان. هتدفع الثمن كنزك يا ستار سبورن اكس مان. بنظريه ارسطو بيدوس على التراب بيتحول لماس، فتشاطي بنك فهتتمنى ان يكون في نوع من الحظ تتملي خير وبركه فما تفوتش فرص. مش هيبقى ليك وجود كاني محمد علي بيبيت حمله فريزر ويرجعهم تاني تحت الارض. دماغ اللي بكتب بيها طبيعي مش زي دماغ الستروكس. عملت لك سكين باسامي افلام عشان ترجع تاني تحك البنات سينما بوكس. لو كنت صائد الموت، لو كنت صائد الموت معايا ديزني هارس مش هينفعك الحوار. دماغك عباره عن مكتبه بغداد لحظه دخول المغول حرقت لك الافكار. ارض رابور ضايع عباره عن حرب بقالها 12 سنه وانت في غيبوبه الوليد ابن طلال. لو رابور دايما عايز الكلام في الدين، انت اول واحد هيتاخد ازدراء. انا اسف يا ماد، انا دلوقتي مش بكلمك، انا بكلم التاني اللي اول مره اقف على ستيج كنت بانيكو. ايوه انت قرصان. ايوه اعتبروني الارهاب اللي جاي افجر رابور داي. وبمجرد ما اقول الله اكبر بيحصل الانفجار. لا بيحصل الانفجار. لو سالوك عن اجمد واحد في رابور داي في الجيل الثالث هيقولوا صور، ومش هتلاقي حتى من صحابك النكران. في دم خالد ابن الوليد والنايت كينج فمستحيل اطلع خسران. الباتل ميل كيان وان كانت عباره عن الحرب للسعوديه واليمن، وانت اكبر المتضررين مدينه نكران. يا انت محشش كلنا عارفين كده، بس انت محشش ومحدش هنا يحبك لانك مش هتنول رضا الناس هنا. عمرك ما هتعمل ري باتل عليا لان انا اصغر واحد في رابر داي. اول ما ارمي البنش اجري اقول انا في حمايه ربنا. دي اللي اسمها ثانيه معلش، دي اللي اسمها نو ميرسي، دي اللي اسمها نو ميرسي. فعمرك ما هتكسب حتى لو قدمت لنا القرابين، حتى لو قدمت لنا القرابين. انت كتالوني. فالباتل بالنسبه لك الراوند خلاص خلاص. انت كتالوني. في الراوند بالنسبه لك دور الثمانيه يا شقيق، في الراوند بالنسبه لك دور الثمانيه يا شقيق. صحابك كلهم قالوا ان كلهم كانوا حافظ دراجي لانهم قال ان انا محتاج معجزه، بس انا ريال مدريد. الباتل عباره عن بنشاط ودي نهايتك يا بولو كريد. اسمع دوش عاليه من نور. على مد نظري فبتسخن ايدي في العملي. نور مال من سطري روحته منه بيبكي. فلو راب ده شغلي لو موت انا بتاجر فيه. صاحب المزاد فمش هتلاقي في الراب قبري. اما نور، نور ماله بالباتل الراب؟ هل افتكر نفسه كوميدي لما نزل وسط البلد؟ خلاص هنا ما بقاش نورمي، بس اختار اسم سور كابتن مارفل سون ترميله الامر وهي في حضني. وبكده اثبت لك انك تور لما بقيت اوراني. بس لو تشبيهك بالتور يعتبر اهانه، فالاهانه هتكون ليه. تفتقد من صفات القوه، حتى التور ما يتشرفش بيك. مالكش عزوه حتى في ذاتك مش واثق. فبداتا او بدون مش هتفرق طول ما وشك مكشوف ليه. ذنوبك اللي خليتك تقبل العرض وتباتلني من كترها اتشتت مؤشر بوصلتك وجيت لي. فبكده طبيعي يا ابن ادم تكون نهايتك هلاك ابدي. الدارة في ركن زي دبدوب مبرق وانا بشيل من بطنك القطن وارميه. ودي اول مرحلة من مراحل التعذيب. اقطع لك قرن من القرنين وبكده انت بقيت وحيد قدام السطور. اقطع لك قرن من القرنين وبكده انت بقيت وحيد قدام السطور متسنن والسكاكين جاهزة على القرمة. فالفك من كسوم قرنك وانزل بيك ترومبا فيخرج دم من بقك. بس سور عنده مبدأ، عنده مبدأ وولاء الوطن عزيز.
قفشت صاحبتي من قدامه كان قشطة بيس، من ورا لقيته بيقول لي لا وكله غيظ، عرفت ان هو من اس جارد يعني حارس تيس. بس هو زور شال مدركة محدش في الكون كله يقدر يشيلها. طب تعالى شيل كيال بقى. فحتى مش هتنول شرف ان لارك يطير فوق كتافك، سبيس تون ممكن تحمل لك غلافك بعد ما البرد قطع حق نشر الباقي من اجزائك. باتلر تصنيفه فئه متحوله من ابيو، كونك تراب يا برنس ده مش هيأثر لك مسافه، انت هنا في اتراب يا جمهور. انت فقدت النطق بعد كل بانش فوق دماغك، وبكده الماد برد لسه ما عملش حاجه. خلاص طيب عايز حاجه مش عاليه الماده. دي الراوند الثالثة والأخيرة. نور سول بعد خلفك. ياه انت كل اللي انت بتقوله بدور شاب، فكرتني ببلاك ايه؟ انت قلت الناسور وانت لابس احمر فبهيجي عليك. اكسبك وهتلفلي البوصلة على كيبة حرب اكتر من البوسنة، بما انك بتقبض المخدرات بالنسبة لك البفر نبي مرسل، نزولك قدامي وانت قضيت على الفرصة النهاردة تحرك انك خسرت اخر سهم في البورصة مش قديم فهتطوف في الكربة، ولو في يوم لقيت حتة حشيشة هتعتبرها كيال تركع لها وتعبدها. ياه انت كيال صح؟ ماي ليدي قالت لي تعالى ماركوس على تراكات كاتي بيري. لا والله لك خلاص هتحفظ. انت هتكسب الباتل، انا هكسب الباتل 3-0. الباتل ما تبقاش الجمعه تبقى الحاد، لو كان الهيب هوب مثلا بونتر رسول انا هتجه للالحاد. الناس عماله بتقول هو بيهزر كده ليه، فين اسلوب صور الحاد؟ مره ماده دخل الحمام خرج بالدقن وثلاث راوندات. هكسبك ومش هخليك تساوي نكلة، او ضيع لك رجلك بعد ما كان نفسك في كورة مهنة، راونداتك عبارة عن مسدس، بس للأسف أنت عندك مرض هيلمر، هضيع لك مستقبلك، ولو كنت بتحب حمو بيكا فاسمي حلم بكرة ضيع لك مستقبلك في الراب زي ما نضارتك بطلتك كورة وقضيت لك على حلمك. إيه تاني؟ انتوا كنتوا بتدوني نويز من غير ما اتكلم، بس للاسف دي حاجه غبيه. كتابه مادة وصاحبته عاملين زي مناديل فلورا ناعمه وطريه وكلها حلوه. انت اللي جبته لنفسك، بس الصراحه انا جاي ادفعك الثمن. ساحر في ايد الشمال الشخصيه اللي هترعبك، وفي اليمين ترقعها اوقف لك الزمن. هنا عندي كل حاجه، انت مستواك سميك جدا زي بالظبط الابره. اسمع اسمع، انت انا الارنب وانت السلحفه، فواجب انك تشد حيلك. انت متحركش بقى خف الضغط، وانت السلحفه فالواجب انك تشد حيلك. ان انا اول ما بصر انتوا بتختفي زيك زي خيرك. ان ار يو اس في اس يو اس فاتك التطور اللي في وباين ديلك. والتاني شخصيه طبعا انت الليفل ساعتها هيختلف وهتترعب اول ما اعمل له كده. اسمع انت بتخاف مني كانك نمله انا قصير، بس انت بتخاف مني كانك نمله بتخوف فيل. مش محتاج اكمل بقيه السكيم، كيال ما جاش الباتل دي. طبعا الثبات المره دي كفيل يرعبك، جبت لك كيال من باتلين بس الثالثه اللي هي اللي هتكئبك. الله اكبر. دي الراوند الثالثة والأخيرة. ماذا؟ وأنا اللي ابتديت الأول؟ حق الله. هبوطا من اعلى الافق لاسفله فقط لدق ساعة الصفر ساعة الفعل. عقلي منظومة كاملة، هدفي ينطوي على احتكار العلا، فمع دخلتي نار تسهر وتفور معدنك لو كنت قفل. تحاول تصعد لاعلى وطرقات السما صعب عليها تستدل الا بالاستناد للنجوم. اتفرج عليك وانت عينك عليا فجنون عظمتي يحتفل. واتكيف وانا بتفرج على ثقتك في نفسك بتقل. في رونداتي شرح تكسير عظم، حتى التلاميذ عندي في الفصل مش باقي منهم غير جلد. هتشوفني مادة لسقوط الكل في مستقبل اتعدمت منه يا نور، بقطع الكابل من دايرة الوصل. فالمرة دي يا امام انا اللي هضحك وانا بعد ما الطفل. دي الجريمة اللي بتجري في دمي، دي
دي الجريمة اللي بتجري في دمي، دم الحار السم هتب في عين التور ده الشطة، نور أول اسم في الليستة وأول راس اتحط عليها الشرطة، يرن صوتي يهز المكان يفتح الكادر على اللقطة بعد الباتل دي، لو شفتك في طريق أنت وهو يا هضربكوا يا هتدفعولي عشان تعدوا كارثة. الحبس الحبس جوه دايرة دماغه، فقد وعي وما مفيش اكسجين، هنا نور سجين مؤبد وانا مبدأ الرحمة نسيه، قلبي حجر متين عكسك عند الاكس سجين، نصف اله نصف اله لسه محتاج من جينات المتحولين تريليونات وملايين من الجين، هو فعلا اتحول بس من هنا على نقالة، حللوله بعد كشف الحمامة لقوا انه ملوش سلالة، هو اصلا هجين شد كل عروقه زي هالك وتصب ستروك، واكتشف انه عقيم على صغر سنه المسكين، هنا زاد ضغط الحمل عليه فسقط خول ما قدرش يكون من الفكره جنين. فوق انا عايزك تفوق، انت موجه هاديه في بحر البات الراب، انا عنيف كاعصار في تريشة رياحي تقلب وتنقل وسط الهدوء، فمع ظهوري بينحني نور عشان طبيعه كسر الضوء. طيب عايز بعد دوشه عاليه المدى، عايز بعد دوشه عاليه للاثنين حبايب. اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، اعمل فولو على الانستجرام، اعمل لايك على الفيسبوك عشان تتابع كل حاجه اول باول. يا تراب يا تمور، تراب يا تمور، شكرا.